عايزين نستنى وصلنا دلوقتي، بس اللي في كتير في الموقع هيعملوا 5 دقايق قبل ما يروح المحل وياخد خلاص. تمام، هياخد الماتيريال كوبي، هياخد الماتيريال كوبي بعد كده هو خلاص. انا عايز اشتغل. طيب انا عايز اشتغل يعني كنت الاول حجزت حضرتك دفعت فلوس هنا وانا عايز اتعصب ليه؟ انا بكلمك اتعصب من حياتك انت ليه متعصب ليه؟ انا عايز امشي انا كمان. هو عايز طيب خلاص انت ما اعتبرتش عصب، انت ما اعتبرتش المكان اجيب كام رواق. انا احمد روح اقعدي بس. طب اقعدي تعالي اقعدي عشان هتدوخي يا بنتي هتدوخي. خلصت يا عم؟ يا استاذ انا اسف معلش. بس كده ولا مع بعض
Thank you.